فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يا لسعادة أهل الجنة، بعد أن مضى التعب والسهر والنصب جاء وقت الاتكاء والتلذذ بالنعيم المقيم في جنات النعيم، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حيث فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.